السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم حنايا غنديروا واحد الجوله في مدينه اكادير، نشوفوا المدينه ديال اكادير كيف ولات تقريبا، نقولوا حتى لجيت فونتي شارع العيون. هنا شارع الحسن الثاني. هذا الشارع اللي زيان تبارك الله، من هنا حتى الباطوار ولا واحد الشارع جميل جدا، وتدرت فيه واحد العدد المشاريع من بينهم مشروع ديال المنتزه الكبير لمدينة أكادير، هاد الممر ديال حافلات الأمل واي، الباركينغ السوتيغان ديال زنقة المعرض اللي غيعزز المدينة ديال أكادير، ساحة أيتسوس حتى هي اللي كتهيئ كل شيء. لان كتشوفوا دابا حنا هنا اليسر راه هو زنقه المعرض، فين غيدار واحد الباركينغ سوتيغان، ولكن راه مازال ما خدمش، راه كاين واحد الفيديو غنخلي لكم ليان في الديسكريبسيون هنايا. وهنا على اليمين هو ساحه ايتسوس، حتى هي راه باقي فيها الاشغال. هنا لا فونتين على اليمين، واحد المحلات كثيره بزاف، كاينين الابناك لي سيج ديالهم، المكتبه على اليمين اللي غتدار في مدينه اكادير بطبيعه الحال، حتى هي اكبر مكتبه ها هي راه وصلناها. كاين المنتزه ديال الانبعاث اللي فيه جوج الاقسام، المنتزه الخاص بالاطفال والمنتزه اللي فيه التيران القديم ديال الانبعاث، راه باقي خدامين فيه، ولكن المنتزه ديال الاطفال راه محلول. وكاينين فيديوهات في القناه، تقريبا شي جوج الفيديوهات صورتهم على هذا المنتزه هذا. حنايا كنقربوا دابا لفان ديال شارع الحسن الثاني في المدينه ديال اكادير. كما كتشوفوا تبارك الله الشارع زوين المهم الشارع زويون وفي تألق، وتا داك لومبوتياج ما بقى فيهش بزاف، وتا داك الصداع ما كاينش بزاف. هنا لا ميزون ديال سكودا، هنا ستاسيون ديال وينكسو على اليسر، هنا المحطة اللي كتشوفوا على اليسر راه تماك جيت القصر، راه انتير ديما كيجيوش منه، كدور يعني كدور على خاطرك، ولكن ديما كترد البال لا يجي شي واحد حرك شي ضو. والطوبيسات هما راه كيكبروا الدورة، خصك ترد لهم البال. هنا كاين ان بتي بروبليم في هاد البلاصة هادي، شوفوا دابا ملي كدور كيفاش كدور، راه خصك تدور بهاد الطريقة هادي الزحام، انت خصك ترد البال. وهاد الناس ماشي ديفو ديال هادو اللي سايقين، مي ديفو ديال كاين ربما خصك تدار شي رومبان تماك، او تكون واحد التوسعة ديال الطريق. تبارك الله واحد الجو زويون، واحد الطقس رائع في اكادير، فاش كيكون الناس عندهم مثلا برد بزاف اكادير ديما كتكون معتدله، كيكون الصيف ديما الاعتدال في اكادير، واخا حنا راه مازال ما دوزناش الصيف يعني ديك الحراره. هنا على اليسر كاين واحد العماره كيسميوها برج دلالات، راه فيها واحد العدد الاطباء، وكاينه حتى القنصليه ديال بلجيكا، راه قليل اللي عارف بان اكادير فيه المكتب ديال القنصليه ديال بلجيكا، لان القنصليه كاينه في الدار البيضاء، وكاين التوقيله ديال المارا كاينه حتى هي هنا. حنا راه غنمشيو في اتجاه مرجان على اليمين، راه كاين اكادير سنتر، اكادير باي، كاين هنا في هذا اليسر كاين المقهى الجديد ديال الجهه، وحنا غندورو على اليسر بحال الى غاديين لهوت فونتي. هوت فونتي هو يعني الحي الجديد الاداري الجديد ديال مدينه اكادير، فين غيجيو كاع تقريبا الوزارات ودوك الادارات العموميه، راه ما بقاش داك الحي الاداري القديم غيخدم، تقريبا كلشي غيجي لهنا. كاين واحد لومبوتياج شويه هنا، ولكن ما عندك ما دير، خصك تصبر شي شويه.
نتسنى وندورو حيت حنا غرضنا هنا في اليسر. سيدا صافي ديما الصبر، الطريق كتبغي الصبر. هذا دابا محور شرق غرب اللي حتى هو راه تبارك الله راه تصيب مزيان، تدار بطريقه ديالو. كاين هنا ثاني الاقامات الهاي ستون ديال اللي كاينين ديال هوت فونتي. هذا المقر على اليسر، المقر ديال الجهه راه كيبان لكم بالبيض، باقي خدامين فيه شي سبعه طوابق تقريبا. هنا كاين الوكالة الحضارية، تاهي كاين المحكمة الابتدائية، المحكمة الإدارية، المجلس الأعلى للحسابات، غرفة التجارة أو عفوا ديك وزارة الصناعة التقليدية. وحنا غندورو إن شاء الله على اليسر باش نكملو لكم لا فيديو. هذا البلاصة هذه راه واعرة، اللي ديما كنقولها اللي عنده الامكانيات يجي يسكن في هذه البلاصه. هذه البلاصه زعما صراحه كتستع، قريبه للمدينه، قريبه لكل شيء تبارك الله. هذه هي المدينه ديالنا اكادير، مدينه الانبعاث، مدينه يعني المدينه السياحيه المعروفه. نفسك تصبر شويه ملي غتقطع الطريق غندخلوا للهوت فونتي ان شاء الله. هذه هي هوت فوندي الجميلة تبارك الله. شوف هاد الألوان، هاد لي كولور، هاد التنسيق. ما عرفت أنا زعما كنشكر الصراحة هاد المهندسين اللي خدموا هاد البلاصة. هذا هي الهندسة، كتخدم بلاصة كتكون يعني لديمة، كيكونوا الشوارع تبارك الله من 90 العمارات بيناتهم اتساع، وحتى الشكل الهندسي ديالهم زعما زويون. ماشي شي بلايص كتلقى مثلا بلاصة راقية ولكن الشكل الهندسي ما كاينش. هذا هو المشكل بارفوا اللي كيكون بعد الهندسات. وهذا وسط هوت فونتي اللي تاني راه ممكن تخرج المارجين الا درتي على اليسر، على اليمين عفوا، او بنسرقه وراه تمشي نيشان. غنحاولوا ندخلوا شويه ابري نحبسوا ان شاء الله لا فيديو. هذا راه مارجان راه كيبان لكم هنا على اليمين، وهنا وسط هوت فونتي او فونتي العليا. علاش فونتي العليا؟ لان كاينه فونتي راه بوحدها، فونتي هي اللي كاينه حدا صنابة. اذا شكرا لكم اخواني اخواتي، والى اللقاء في فيديو لاحق بحول الله.